أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائل يقول: إني أجد في نفسي ثقلا عند القيام إلى صلاة الفجر مثلا ونحو ذلك من الطاعات، وأخشى أن يكون هذا من النفاق وضعف الإيمان في قلبي، فما نصيحتكم لمثل ذلك؟ إذا كان يتعمد هذا الشيء، يتعمد التكاسل عن الصلاة، فإن هذا من صفات المنافقين. قال الله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما إذا كان لم يتعمد هذا الشيء ولكنه قد يحصل له أحيانا من غير تعمد، فهذا لا يكون من صفات المنافقين، لكن عليه أن يبتعد عن هذا الشيء وأن ينشط لذكر الله عز وجل. قد يفضي به إلى ذلك مثلا الإمعان في السهر، حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. النوم إذا كان بسبب من النائم فإنه يأثم بذلك، ومن ذلك أنه يسهر، هذا مما يسبب تثاقله عن صلاة الفجر، فيكون فرط وهو في اليقظة، فيكون هو الذي تسبب في ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن هذا يكسل الإنسان عن صلاة الليل وعن القيام لصلاة الفجر. فينبغي للمسلم أن يحسب حسابه لصلاة الفجر بأن ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا.